اتجوزت الثري الخليجي اللي حقق لها كل احلامها، خلاها اميره وعندها جيش جواري سحرته بجمالها وما كانش قادر يقاومها، وخلته زي الخاتم في صباعها. اول فنانه تركب طياره خاصه، اتطلقت منه واتجوزت الفنان حسن يوسف، وموت ابنها الفتره الاخيره خلاها تبعد عن الكل. اسرار حياه الفنانه شمس البارودي. حياة الفنانين كلها أسرار، خصوصا الأسرار المرتبطة بحياتهم الشخصية. مين كان يصدق أن فنانة الجيل الذهبي في فترة الستينات والسبعينات الفنانة شمس البارودي يطلع عندها كل الأسرار دي؟ أسرار كتير ومواقف أكتر في حياة الحاجة شمس زي ما الناس بينادوها دلوقتي. شمس البارودي جميلة جميلات جيلها، هي مصرية من أصول سورية، اتولدت في 14 أكتوبر سنة 1945، أبوها كان مصري وأمها سورية، وجمالها الهادي الرقيق كان السبب في دخولها الوسط الفني. اتعرفت في بداية مشوارها الفني باسم شمس الملوك، لكن حست إنها أفارت شوية في الاسم، ولما عملت فيلم زوج بالإيجار سنة 1961 غيرت اسمها وبقى اسمها المعروف فنيا باسم شمس البارودي. وبعد ما كبرت واعتزلت الفن وتابت لربنا ولبست الحجاب، راحت الحج، ومن يومها والناس بتناديها الحجة شمس. حب الفن كان في دمها من صغرها، علشان كده دخلت معها للفنون المسرحية علشان تنمي موهبتها وحبها ده بالدراسة، لكن حست انها فقدت الشغف ناحية الدراسة فجأة وسابت المعهد ودخلت مجال السينما على طول، والجمهور عرفها من اول ظهورها في فيلم ليلة زفاف اللي عملته مع سندريلا الشاشة سعاد حسني. ومن بعد الدور ده وشمس مسيرتها تحولت 180 درجة وبقت نجمة افلام الاثارة وادوار الاغراء، واللي قدرت من خلالها انها تسيب بصمة قوية وتبقى شمس البارودي واحدة من اهم واقوى نجمات السبعينات والثمانينات. شمس اتجوزت مرتين بس في حياتها بشكل رسمي، ودول المعروفين، لان كل جوازة منهم كان ليها قصة وحكاية مثيرة وافرحها كانت الناس كلها بتحكي وتتحاكي عنها وقتها. جوازتها الاولى كانت سنة 1969 من الامير خالد بن عبد العزيز آل سعود ابن الأسرة الحاكمة في السعودية، وفرحها عليه كان من أشهر الأفراح وقتها، وده لأن الفرح كان ضخم جدا واتعمل في أحسن فندق في القاهرة، وحضر عدد كبير من الفنانين والشخصيات المهمة، وصور الفرح اتنشرت في كل المجلات الفنية وقتها. واحدة بجمال شمس البارودي كان لازم مهرها يكون مختلف، واللي فعلا أثار الجدل وقتها لأنه قدم لها قصر كبير في الهرم كمهر ليها، وشبكتها كانت طقم كامل من المجوهرات النادرة، ده غير طبعا الهدايا التانية. وبكده بقت شمس البارودي أميرة مرات أمير السعودية. لكن فعلا المظاهر مش كل حاجة، الجوازة دي ما استمرتش أكتر من 3 شهور، حاولت فيها شمس إنها تموت نفسها مرتين من كتر الحزن اللي كانت عايشة فيه. في المرة الأولى شربت شريط إسبرين كامل ولحقها الأمير خالد على آخر لحظة ونقلها المستشفى، وفي المرة الثانية غفلت الخدم بتوعها في القصر وحاولت تقطع شرايين إيديها، وكانت شايفة إنها تسرعت في الجوازة دي وعايزة تخلص منها بأي شكل، لدرجة انها عرضت على جوزها انها تتنازل عن كل حقوقها حتى قصر الهرم، المهم ان هو يطلقها، لكن كان بيرفض، وبعد المحاولتين دول وافق اخيرا ورمى عليها يمين الطلاق. وبعد الطلاق رجعت من تاني للساحة الفنية واشتغلت مع الفنان الكبير حسن يوسف، وقعت في حبه من اول شغل ما بينهم واتجوزته سنة 1972، وجوازهم ده استمر لحد دلوقتي، وخلفت منه 4 اولاد وسط حب وتفاهم بتحلف بيهم في كل لقاء بتطلعه. وفي سنة 1984 طلعت شمس البارودي وفجرت مفاجأة زعلت كل جمهورها، وهي انها خلاص هتعتزل الفن، وده بعد ما رجعت من العمرة ولبست الحجاب وقالت تبت خلاص ومش هرجع للفن من تاني.